السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في القناة ديالي، قناة عالم ربيعة أم آدم. كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم إن شاء الله غادي نصيبو بانكيك ونبداو على بركة البانكيك ديالي. غادي نحتاج هنايا جوج خمارات وواحد فاني، وعندي هنايا جوج بيضات، ربع كاس ديال سنيدة، وعندي راس معلقة ديال الملحة، ومعلقة ديال الليمون مبشور، وعندي هنايا ربع كاس ديال الزيت، وعندي كاس تاع الليمون معصور، وعندي جوج كيسان ديال الفورص. نبداو على بركة الله. دابا درنا البنات البيضة الاولى، غادي نبداو في البيضة الثانية، كنزيدو الزيت، وغادي نزيدو هنايا الليمون، نحركو هاد العناصر هكا. نزيدو عليهم سنيدة، نزيدو هنايا الليمون، نحركو مزيان هادشي، ونزيدو هاد الفانيا، غادي نزيدو الفورص ديالنا بعد ما نحركو هادشي مزيان. البنات بعد ما حركت هاد العناصر مزيان هكا، غادي نضيف هنايا عندي طحين فورص بعد ما نسبق لي غربلتو، عندي هنايا انا جوج كيسان. دابا ضفت الكاس الاول، عندي فوق الكاس الثاني، نخلطوا البنات هادشي هكا مزيان باش ما يبقاش لنا الطحين، ولا تقدروا ديروا فيه الخلاط الكهربائي طحنوه. ودابا غادي نضيفو بعد ما ضفنا الخمارات، نحركو مزيان هاد الخليط ديالنا. صافي هاد البانكيك راه كيجي البنات زوين هكا بالليمون، كنتمنى نجربوه وما كنخليوه لا يختامر لا والو، ديريكت كنخبزوه في المقله. هانتوما كيجي بحال هذا الشكل هكا. صافي دابا غادي ندوزو نخبزوه. هانتوما البنات نخبزوه بهذه الطريقه هكا، هو تقريبا كيجي بحال البغرير، هو غير شويه غلاض عليه ولكن ما كيتثقبش كامل. هانتوما كيف ما كتشوفوا كيبدا يدير حد الفقاعات، هانتوما البنات كيجي بهاد الطريقة هكا، منخليوش حتى يتحمر بزاف، غير شوية ياخد اللون ديالو. صافي نقلبوه، هانتوما كيفاش كيجي. صافي ندير وحده اخرى ثاني طيب، احنا درنا وحده اخرى ثاني، شوفوا كيفاش غادي تجي، واش غتصدق لنا البنات ولا لا. والبوطه ما تكونش مجهده، كنت شويه تكون على نار مهيله. هانتوما كيفما كتلاحظو
هانتوما البنات هانتوما كيفاش كيجي صافي. ملي كيبدا بحال هكا تثقب صافي ودي شي شويه في راسو صافي نحاول نقلبها ولكن غير شويه هكا هوب لا هانتوما. ولكن من الاحسن تكون المقله ديال البغرير حيتاش راه باش ما يلصقش لينا. شوفوا واحد شويه نخليوها طيب صافي نستمر بها الطريقه هكا حتى الاخر. ملي غنسالي غنوريكم الشكل النهائي ديالو. هانتوما البنات كما كتشوفوا ها هو البانكيك ديالنا. انا كملتو في الطهي ديالو كيجي بهذه الطريقه هكا. هانتوما كيجي ماشي غير بزاف كيجي بهذا الحجم هكا. هو كيكون في الخبز ديالو كيكون ناقص عليه البوطه ما نجهدوهاش باش ما يتشوشنا بحال هادي حيت شوطات ليا كما كتشوفوا. وكنت مرافقوه باش اي حاجه عندكم توفروا في المنزل باش ما بغيتو تزوقوه كتزوقوه. انا رافقته غير عندي الشوكولات وعندي الكونفيتير. كنتمنى البنات تعجبكم وما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد وشكرا.